نبارك لكم هذه الشراكة مع شركة المقر، وودنا نعرف أي تفاصيل أو إضافية عنها بالنسبة للشراكة مع شركة المقر في المدينة. شركة المقر كما تعلم الذراع الاستثماري لأمانة المدينة المنورة والهيئة العامة لعقارات الدولة من خلال دورها ومستهدفاتها في توفير مباني حكومية ذات كفاءة عالية لتحقيق متطلبات الجهات الحكومية. من خلال شراكتها مع شركة المقر سيكون هنالك إيضاح كامل للمواقع التي تحتاجها الجهات الحكومية والتي يمكن أن يكون هنالك شراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ هذه المباني. اليوم الهيئة العامة لعقارات الدولة لديها محفظة عقارية عدد من الأراضي لا تستهدف أن تستثمر لذات الاستثمار، وإنما الاستثمار لتنمية المنطقة ولتحقيق متطلباتها. شركة المقر يبدو لي من خلال ما سمعنا اليوم ما شاء الله من طرح طموح أنها لديها رؤية شاملة لتطوير المدينة المنورة، وبالتالي هي معنية بتحديد الأماكن المستهدفة لبناء المقرات الحكومية وتكون ذات مواقع جاذبة للقطاع الخاص لكي يشارك الهيئة العامة لعقارات الدولة في تحقيق مستهدفاتها بحول الله تعالى. كيف ترون فرص؟ تحدث بعض المشاركين اليوم في المنتدى عن أنه لديهم رغبة في أن تكون المدينة جاذبة للمستثمرين بما فيهم المستثمرين في القطاع الحكومي، وأنتم جزء ولديكم استثمارات بشكل أو بآخر. كيف ترون التشريعات في المدينة المنورة من الجانب؟ المدينة المنورة من خلال يعني رؤية سمو الأمير فيصل بن سلمان ودعمه حقيقة لتنمية المدينة المنورة، وكلنا يعني نطمح وكلنا نسعد بالمشاركة في تنمية المدينة الحبيبة على قلوبنا مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. من خلال ممكناتنا الهيئة العامة لعقارات الدولة وغيرها من الجهات الحكومية تتكامل ولا تتقاطع، كل جهة حكومية لديها متطلبات معينة إذا كانت ستحققها من خلال هذه الشراكة فستعمل بحول الله تعالى على تحقيقها. وأنا متأكد أنه اليوم الرؤية في المدينة المنورة كما هي الرؤية في المملكة العربية السعودية تخطو خطى ثابتة نحو تخطيط مستقبلي للاحتياجات لكي تكون الاستثمارات ممنهجة ولا تكون هنالك يعني تضارب في الاستثمارات. من خلال الطرح اللي سمعته يمكن في الملتقى، لا نريد أو لا يريد القطاع الخاص أن تكون الجهات الحكومية منافسة له وإنما ممكنة، وهذا هو توجيهات سمو سيدي الأمير محمد في أكثر من مناسبة بأن الدولة شريك للقطاع الخاص في تحقيق رؤية مستهدفات 2030 بحول الله تعالى. سعادة النائب، بستغل تواجدي معك وأسألك عن كم اليوم بلغت محفظة عقارات الدولة بعد مضي أكثر من عام على تأسيسها، وسؤالي يتعلق أيضا بصناديق الريت. سمعنا أن هناك مفاهمات بين هيئة السوق المالية وهيئة عقارات الدولة لإنشاء صناديق ريت حكومية، بودي لو تجيبي على السؤال. طبعا هيئة السوق المالية كما تعلم مشرع ومنظم لموضوع صناديق الريت. حقيقة الهيئة في اجتماع مؤخرا معها لمعرفة ما هي متطلبات الهيئة السوق المالية لطرح الصناديق العقارية. الهيئة العامة لعقارات الدولة من خلال تنظيمها الذي اعتمد العام الماضي وصدر من مجلس الوزراء أعطاها عدة ممكنات من ضمنها الاستثمار في الصناديق العقارية. تسعى اليوم الهيئة لطرح صناديق عقارية للمحفظة الحكومية عقارات الدولة من خلال طرحها في صناديق ريت تكون متاحة للمستثمرين، وهذا أحد أساليب الاستثمار التي تمكن فيها الهيئة العامة لعقارات الدولة الجهات الحكومية من الحصول على المباني والاستفادة إضافة قيمة لهذه العقارات الحكومية من خلال طرحها في صناديق الريت للقطاع الخاص وكذلك للمستثمرين سواء من داخل المملكة أو من خارج المملكة. وبحول الله تعالى ترى النور قريبا إن شاء الله. الرؤية ابتداء ستكون من خلال طرح صندوق ويعقبه إن شاء الله صناديق. لا زالت والله إن شاء الله بحول الله تعالى تسعى الهيئة جاهدة أن تطرح في أقرب فرصة، ولكن تعرف أنه دراسة السوق ودراسة الاحتياج ومحاولة فهم متطلباته شيء جيد لكي نضمن إن شاء الله أن يكون هذا الصندوق جاذب بحول الله تعالى. ماذا عن حجم محفظة عقارات الدولة اليوم بعد مضي العقارات الدولة متنوعة، إذا أردنا أن نحسبها كاملة فهي محفظة كبيرة جدا، ولكن العقارات المستغلة من الجهات الحكومية لخدمة القطاعات كثيرة جدا، فبالتالي يصعب علينا حقيقة تحديد رقم معين لعقارات الدولة. سمعنا عن أرقام 600 مليار اليوم حجم أو هذيك الأوقاف عفوا، ما في حصر لحجم عقارات الدولة؟ كم تبلغ قيمتها اليوم؟ والله من خلال برنامج
التحول من الأساس النقدي إلى أساس استحقاق اللي تعمل عليه وزارة المالية. تعمل الهيئة كذلك من ضمن أجهزة الدولة على تقييم أصولها العقارية وإضافتها إلى القوائم المالية للدولة. هذا المشروع كبير جدا وطموح جدا، ولا زال العمل عليه جاري بالتعاون مع وزارة المالية.